مزعج القضاة وقاهر الحكام. إذا أنت تخاف مثير الداخلية أنا ما يخوف سلبي. إنه المهيب الركن صدام حسين. علق لي هالكلام يا زميلي. على هواك. عندما أرادت الإدارة الأمريكية وأذنابها في العراق أن تهين الرجل الذي أرعبهم طوال 30 عاماً وأن تظهره للعالم بصورة الضعيف والخائف داخل المحكمة، حدث الذي لم يكن بالحسبان. بالنسبة لي ما يهز شعرة واحدة من رأسي، أنا رئيس جمهورية العراق بإرادة العراقيين وباقي إلى هذه اللحظة. في أول جلسة في المحكمة بدا وكأنه أسد في قفص يتمنى أن يعود إلى موقعه. كان رجلا متماسكا ومتحديا. استطاع فرض قدرته والتأثير على القاضي بأسلوب الحيلة والدهاء والشهامة والحسم، مما أجبر القاضي عبد الله العامري على وصفه بأنه ليس دكتاتور. وبعد هذه الجلسة قدم القاضي استقالته، والسبب طبعا أن المحكمة مسيسة والغرض منها إهانة صدام، وبالطبع الخطة فشلت من أول جلسة أمام الإعلام. وبعدها أحضروا القاضي رزقار محمد أمين، وكالعادة بقي صدام صامدا أمام القاضي الجديد بقوة وشراسة. سلام من فضلك، أنا مو طالب مدرسة عندك، لا تخليني أحكي بطريقة ما أريدها لي ولا لك ولا لأي واحد. ولم يطلب من المحكمة الرحمة أو السماح، بل تحمل مسؤولية رفاقه وحده، ونادى قائلا: أتحمل المسؤولية وحدي فقط كوني القائد العام للقوات المسلحة. وهنا أيضا انبهر القاضي من أسلوب صدام وسيطرته داخل قاعة المحكمة، وقام القاضي بتقديم استقالته في اليوم الثاني، وأصبحت القاعة ملك لصدام حسين وحده. ومن ثم أحضروا قاضي جديد يدعى رؤوف رشيد عبد الرحمن، ومعروف بحقده لنظام وشخص صدام حسين كونه من مدينة حلبجة التي تعرضت لقصف بالكيماوي ويكتم الثأر والحقد بداخله. بدأ صدام حسين بالتصعيد والمواجهة داخل القاعة بأسلوب الاقتحام والتحدي. حاول القاضي رؤوف السيطرة على مجريات المحكمة واسترداد كرامتها، ولكن ما حدث بارحة مهاترات وتجاوزات على القضاة وعلى سير العدالة. ولكن قد فات الأوان، فالمهيب الركن قد أذاقهم أذل الإهانات. عدا شخص لم يقدم وكالته لحد أمام المحكمة وقاموا يضربوا بخطب سياسية وضربوا، هذا مش شخص من اللي ضربه، ما حضرب تجاهل، ما حضرب كل السياسة، ما حضرب هو، احنا ليش مجرمين شنا واقفين؟ لا أنت متهم، أنت متهم بدليل. ومن ثم أحضروا قاضي آخر يعرف عنه بشارب الخمر ليفرض هيبة المحكمة ويخضع له صدام حسين ورفاقه. عليا محكمة
وأيضا فشلت المهمة المستحيلة، حيث بقي صدام حسين وبرزاني التكريتي هم من يقررون ويبادرون بحيثيات المحاكمة. ادعس على الخير ولا تحسب حسابنا يا ابو سلمان، لك عز وسلام يا سيدي، انك عقول الرقاب كل العرب تطلب من افعالك لنا. شبيه جدك يا محمد ما تهاب، حي الابو والجد وافعول الولد. يا حرب يا حرب الدول رجالكم بطل بطل، صوتي وشامخ كالجبل بس اصحاب الامر مثل هاي كلها عندكم اياها. انا على ابو شوارب اسياد شعر الحماسي سلوهم من ناجين، وتحضر حضور الرئيس الركن المهيب ابو عدي. قال مزور وحتى لا لا حتى مزوره. نعم علق لي على الكلام اللي نعم. لا تحاول علق على هواك اخي، ترى اقدر اجاوبك واقول لك ما جاوبك. تقدر تقول ما جاوبك؟ أقدر أقول لك ما جاوبك. لا مو سؤالك، لفيت ألف لوفة يلا جيت السؤال. مثل هاي الهويات ترى تلقاها بسوق مريدي، إيش كثر ما تريدها ساعدز لك واحد نعم يجيب لك ألف واحدة مثل هذه. هل صدام حسين من مدرسته؟ نعم. شلون عمره الآن؟ 12 سنة تتحافظون. إذا أنت تخاف المشير الداخلية أنا ما يخوف شلبي. حربي يا فخر الجزيرة، عساكم سالمي بالشعر ما هو سوالف ووزن وقافية، زيني وشيني وطولي وشيبي السني العاس. أنا سؤال قاعد أسألك، أنت تلقني شو أقول؟ أنا ألقنك ولقنتك وتعلمت مني. لا أنت قلت لي وصرت أنت شنت بالجيش جندي صح، وسواك صدام حسين محامي. محكمة عراقية تنظر بجرائم دولية اختصاصها في هذا القفص، لأنه أنا أحضر أنا راح أرغب بيان عليا محكمة. أتكلم وياك أنا من فضلك، من فضلك أنا مطالب مدرسة عندك، يعني لا تخليني أحكي بطريقة ما أريد هلية ولا لك ولا لأي واحد. هو أنت مرعب، أنت المرعب. أسياد شعر الحماسي صيبهم من ناجين، وتحضر حضور الرئيس الركن المهيب أبو عدي. أبوك كان وكيل بالأمن، أبوك مو هو اللي سوى عملية أتخداك أبوك أتخداك أمام الرأي العام. عيب على رجال قام وجاب الجثث تشمر بالشوارع مثل الكلاب حيشاهم حيشاهم منين ما يكونون. ما خاف من الإعدام ولا خاف من القتل، أما بالكون تتعب لا حد يترحم. فأنا أدري هنالك ضغط عليك. يا حرب يا حرب الدول رجالكم بطل بطل، صوتي وشامخ كالجبل رغم الظروف القاسية، تاريخكم كله فخر وانجازكم ما ينحصر، يعني ترى بالمختصر انتم سيف المرهفات. بالنسبة لي ما يهز شعرة واحدة من راسي. الآن أمام صدام حسين رئيس جمهورية العراق، أنا رئيس جمهورية العراق بإرادة العراقيين وباقي إلى هذه اللحظة. اركد 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 للفخر عز ومهابة، من يطاولنا بيصخر ينهش احنا بالثياب، يا سيف يا سطي لك الهبة نصاب من غيرك اللي قالوا. أسياد شعر الحماسي صيبهم من ناجين، وتحضر حضور الرئيس الركن المهيب أبو عدي.
عيب على رجال قام وجابها دون المقام. سلم على اللي عن مقامه كل ما خلق اندرى. Shut up and sit down.